يوليو 2014 عام تأسس فيه بنك التنمية الجديد لدول أعضاء البريكس، والذي أنشئ لتوفير الائتمان للدول الأعضاء فيه. في السابق كانت القروض متاحة فقط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقرضين الآخرين، وذلك فقط عند استيفاء الإجراءات وكافة المتطلبات، ما جعلها تحديا كبيرا للبلدان النامية مثل إثيوبيا لتلبية متطلبات المقرضين وإنفاق الأموال للغرض الذي يريدونه. قال الباحث الاقتصادي الدكتور آدم فيتو أنه سيتم خلق خيار آخر أمام الدول الأعضاء للحصول على قرض من بنك التنمية الجديد، والذي هو تابع لمجموعة البريكس بسعر فائدة معقولة. عند درجت معقوقام يحسب سو وين دمون ده حجر عدد ديس بروجكتوتشن لما جمر يحسب حجر كتاكس. في عصر تنافسي وعالم يشهد تطورا بين الفينة والأخرى، يتسابق كل من بلدان العالم لزيادة القدرة التنافسية لعملتها، وذلك عن طريقين: إما استخداما للضرائب أو الاقتراض من المنظمات المقرضة مثل بنك التنمية وغيرها لتسريع التنمية والتطور، وذلك بخلق شروط تناسب الجانبين لسداد الديون في الوقت المناسب، وذلك يساعد في حل كافة مشاكل العملات وخلق فرص التداول بعملة خاصة. ينسون هاجر تكامل جنزل ندرس سلامي فاكتلن يالون هوني توتش يكاللن اميرو اجرات نستمع لون تشجروش لمفتات نتكام بتالن مالتنا. وقال ايضا سيكون لدى اثيوبيا والدول الاخرى التي انضمت الى البريكس الفرصه لزياده القوه الشرائيه لعملتها، وذلك من خلال توسيع خيار التداول بعملتها الخاصه. تكالي كالوت كبيتوتش 45% بلا يهونو ترانزاكشن مايس دولار من كبايو دومينيت ارغو يالبت هوني ثاني يالو مالتنا. كما هو معروف أن الصفقة الأكثر سيطرة في عالم السوق هي الدولار الأمريكي بأكثر من 45%، كما أن بلدان أوروبا لديها عملة مشتركة والتي هي اليورو. ولهذا أقترح شخصيا أنه يجب على دول أعضاء البريكس إنشاء نظام معاملات خاص بها يسمى عملة البريكس، ومن ثم إنشاء عملة مشتركة وتوسيع قطاع السوق وجعل عملة البريكس رائدة، ونتيجة لذلك يمكن خلق تكامل تنموي شامل. دولار من يوم تشلان البريكس أديسون غريلو دافيت ميفتارون من جنزب يوم تشلان نزيم يراساتشون جنزب نزيم سوستونم عند العدد قبل ما تكام يتلاجوا يلمات في اللاكوتاتشون ما مالت على باتشو. وأضاف أنه وفقا للمقياس المسمى القوة الشرائية لعملة الدولة، تجاوز 7 دول من مجموعة عملات البلاد ذات القيمة نفسها في عامي 2018 و19. بس بكترم بمريتو صفات انجري تلالك عقرات ناتشون تشاينا ان راشيا ان انديان كوستر ان ايتيوبيا منجري ان داقم مالتنو يزو يتنسابت مالاما ان دزيو بزور ركات. من المعروف ان اثيوبيا والصين والهند وروسيا من اكثر الدول سكانا في العالم، واجتمعوا كافة في تحالف البريكس، اي يمكن القول ان تحالف البريكس مجموع يضم دولا ذات مراحل اقتصادية وتنموية متنوعة. ولكن ليس الهدف الرئيسي من إنشاء البريكس السيطرة على صرف العملات الغربية، ولكن لخلق بديل تنتفع به الدول النامية مثل أثيوبيا وأمريكا الجنوبية والدول اللاتينية، وبالتالي خلق توزيع متساوي للموارد بين هذه الدول.